أنا هبتدي من التوصيف. حضرتك وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يعني هما مش حاجة واحدة. هل إحنا بنعني هنا المصريين المقيمين في الخارج المغتربين والمهاجرين، يعني المهاجرين المقيمين في تلك الدول واللي ممكن ينتظروا يحصلوا على جنسية مختلفة ويعني مقيمين هناك بشكل دائم، هناك بقى المغتربون اللي بيشتغلوا وهيرجعوا؟ مظبوط. من الاثنين كل حاجة الحقيقة، يعني اسم وزارة الهجرة زي ما حضرتك ذكرتي، وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج. المصريين في الخارج يعني العاملين في الخارج، المهاجرون في الخارج، الدارسون في الخارج، الجيل الثاني والثالث من الخارج. عايزة أقول لحضرتك حتى المهاجر غير الشرعي في الخارج، لأنه مصري في الخارج. فإذا بغطي أو الوزارة بتغطي كل الشرائح اللي موجودة، وما أكثرهم. عندنا المصريين في أفريقيا، المصريين في منطقة الخليج، المصريين في أستراليا، نيوزيلندا، كندا، الولايات المتحدة، أوروبا، آسيا. فبنشتغل على كل الشرائح، منتشرين في العالم كله. كل العالم. طب هل عندنا إحصاء محدد لعدد المصريين الموجودين في الخارج؟ مظبوط. طبقا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، احنا مسجل عندنا 10 مليون مصري في الخارج، ولكن العشر مليون ده مش الرقم الصحيح، لأنه الرقم الصحيح بيتعدى ذلك. دول الشريحة اللي قاموا بتسجيل بياناتهم في السفارات والبعثات الدبلوماسية، ولكن احنا ممكن نوصل ل 13 و 14 مليون مصري في الخارج. عدد كبير، كبير جدا. طب هل مثلا عندنا أيضا إحصاء لأماكن تجمعهم؟ طبعا بالتأكيد بيأتي على رأس يعني أماكن تمركزهم هي المملكة العربية السعودية. عندنا 2 مليون مصري في المملكة، يليها الأردن ثم الكويت، وبعدين بعد كده بقى عندنا متفرقين بقى من المهاجرين والجيل الثاني والثالث في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا وأستراليا. إنما أكبر تجمع للمصريين في الخارج هي المملكة العربية السعودية بالتأكيد.